لطالما شغلت فكرة العمر الطويل والشباب الدائم الأذهان، بدءا بالعلماء والأطباء وكتاب القصص والروايات والفلاسفة، وصولا إلى الأشخاص العاديين دون نتيجة. وبينما أشارت بعض الدراسات إلى أن سر العمر الطويل يتمثل بالحمية الغذائية الصحية وتجنب بعض الممارسات المضرة بالصحة وممارسة التمارين الرياضية والراحة النفسية، فإن الأشخاص المعمرين الذين عاشوا فوق 100 عام لديهم وجهة نظر مختلفة، وفيما يلي بعض وجهات النظر هذه. بحسب جيرتيت ويفر التي عاشت 116 عاما، فإن سر العمر الطويل سببه اللطف. وقالت ويفر: عامل الأشخاص بشكل صحيح وكن لطيفا معهم بالطريقة ذاتها التي تريدهم أن يكونوا لطفاء معك. مضيفة أن سبب عدم إصابتها بأمراض مزمنة يعود إلى امتناعها عن تناول الكحول أو التدخين والنوم بشكل كاف. وللبعض أسباب أكثر غرابة يعزون إليها أعمارهم الطويلة. فبحسب جيسي جالان التي عاشت 109 أعوام دون أن تتزوج أبدا، فإن سبب حياتها الطويلة هو عدم ارتباطها برجل. وقالت عن الرجال: إنهم سبب المشاكل. عاشت إيدلينا دومينينجيز 114 عاما، ولم تحتج خلال تلك الأعوام إلى تناول أي دواء أو الذهاب إلى المستشفى أبدا. وقالت دومينجيز إن السبب هو عدم وضعها مساحق التجميل، فضلا عن عدم تناول الكحول أو السجائر. قالت روت كوبين 103 أعوام: إن شعارها لحياة طويلة هو الاحتفال بكل يوم وعدم النظر إلى الأجندة أو الاهتمام بالتاريخ. ولا زالت كوبين ترفع الأثقال وتلعب الرياضة. خدم جورج بوغيس في الحرب العالمية الثانية ويبلغ اليوم من العمر 103 أعوام. وقال بوغيس: سبب طول عمري إلى حد بعيد هو المشي وعدم الجلوس مقيدا بمقعد السيارة. يقول بول ماركوس 101 سنة عن سبب طول عمره: أولا، يجب أن تكون لديك جينات جيدة. ثانيا، يجب أن تكون محظوظا جدا لتعيش 100 عام. وثالثا، حاول أن لا تأكل كل ما هو صحي. أنا آكل أي شيء أريده.